اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن حمدي ابو راد. ازيك كابتن مصر؟ الحمد لله شرف ومنور. ربنا يخليك. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. انا اسعد طبعا اني موجود في بيتي ومكاني وموجود وسعيد طبعا اني موجود معاك لثاني مره يعني. ربنا يخليك يا كابتن، ده شرف لينا. الاول طبعا هبدا بخالص العزاء لصديقي وصديقنا العزيز الكابتن خالد العوضي في وفاه المغفور له والده النهارده. الحقيقه كان العزاء النهارده بالليل، كان العزاء منذ قليل يعني، وتواجد عائله النادي الاهلي بالكامل كانت متواجده الحقيقه مع كابتن خالد العوضي، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان متواجد طبعا، والاستاذ خالد مرتجي، كل عائله الاستاذ محمد يوسف، والجميع كان متواجد للوقوف مع كابتن خالد العوضي في وفاه المغفور له والده. زي ما حضراتكم شايفين النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي دائما ما تقف في مثل هذه الأمور. لقطات طبعا من عزاء والد كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي كابتن حمدي، وده يعني حاجة مش مستغربة الحقيقة يا كابتن حمدي. طبعا البقاء لله، ودي مش حاجة مش جديدة على النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي، إن دايما بيكونوا موجودين في الأوقات الصعبة دي، وربنا يا رب يصبروا إن شاء الله. ربنا يصبروا، لأنه يعني دايما زي ما بقول لحضرتك أهم حاجة بتبقى في هذه الأمور هي وجود عائلة النادي الأهلي بجنبك. أعتقد مثل هذه الأمور يا كابتن برضو بتفرق مع الواحد كتير من الناحية النفسية يعني. ما فيش شك طبعا، هو وجود العائلة الكبيرة دي بالشكل ده طبعا بتخفف الحزن اللي بيبقى موجود عند الكابتن خالد طبعا. وزير العام فاروق طبعا نائب رئيس النادي الأهلي متواجد في العزاء. اتفضل يا كابتن حمدي. لا طبعا، هو ما فيش حد في النادي الأهلي بيتأخر عن الواجب، وده مش واجب، ده عيلة واحدة. صحيح. كل العاملين في النادي الأهلي وحتى جماهير النادي الأهلي كلنا عيلة واحدة، كلنا بنقف جنب بعض طبعا، لأن الوقفة دي بتخفف الحزن اللي نعم. الواحد بيبقى فيها. نعم تمام. زي ما حضراتكم شايفين عزاء والد الكابتن خالد العوضي، وكالعادة دائما ما تكون كاميرا قناة النادي الأهلي متواجدة في مثل هذه الأمور وكل ما يخص النادي الأهلي. الجميع كابتن تامر حفني طبعا كان موجود، الكباتن الكبار كلهم كانوا متواجدين في هذا العزاء، الكل تواجد الحقيقة. أيضا العميد محمد مرجان كان متواجد، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلاب كان متواجد، الكل الحقيقة كان متواجد في للوقوف مع كابتن خالد العوضي في هذا المصاب. ولكن في النهاية زي ما قلت لحضراتكم كابتن خالد العوضي يعني حتى تحس ان هو نفسيا يعني مبسوط، مش مبسوط طبعا، لكن هو شايف ان الناس كلها واقفه معاه. خفف الحزن عليه. نعم، خفف الحزن عليه، خفف الحزن من عليه شويه. صح صح يا كابتن حمدي. طيب كابتن حمدي، خلينا بقى نروح اولا طبعا الف مبروك فوز النادي الاهلي في مباراه القمه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، وتصدر النادي الاهلي للبطوله ب 34 نقطه. طبعا مبروك جماهير النادي الاهلي، دول رقم واحد، لان هم كانوا موجودين في الملعب في المباراه بتاعت امبارح من اول ثانيه، وهم ما بطلوش تشجيع. مظبوط. وده طبعا كان دافع قوي للعيبه، زائد ان المباراه اهلي وزمالك دايما ما بقاش فيها توقعات مين اللي يكسب. حقيقي. هي بتبقى وليده اللحظه. يمكن اتفرجنا على الشوط الاولاني كان في جس نبض لدرجه ان الناس ايه اللي بتتفرج ملت. قالت ان صح. قالت ان صح. المباراه مش 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 كويسه يعني. هو كان يعني موضوع جس نبض، انما لعبت النادي الاهلي والطريقه اللي اشتغل بيها النادي الاهلي كان نتيجه ايجابيه بالنسبه له. الزمالك لعبت الزمالك جت بنتيجه سلبيه بالنسبه لهم، لان هم حتى بدايه الشوط الثاني كانت الفرديه اللي غالبه على فريق النادي الزمالك، الى جانب طبعا الفرديه غالبه على فريق نادي الزمالك. فرديه. اوكي. هي دي يعني دي سبب رئيسي ان النادي الاهلي تملك المباراه خاصه في الشوط الثاني، زائد برضو ان الطريقه اللي الزمالك دايما بيلعب بيها بيلعب 3 4 3. مستر كولر
حافظ طبعا وقاري كويس وشايف كويس، ويمكن هو لعب على نفس الطريقه اللي الزمالك بيلعب بيها، وبس كانت مضاده ليها لان هو لعب على الاطراف، يعني هو كان عامل مجموعات طوليه على الاطراف. صحيح، كنا بنشوف الناحيه اليمين، بنشوف بدايه من خالد عبد الفتاح، هو لعب في القلب وطبعا ده بوزيشن جديد عليه، وانا بحيي طبعا مستر كولر ان هو اكتشف في خالد عبد الفتاح ان عنده ايوه القدره انه يبقى في مرونه تكتيكيه بالنسبه له، انه يقدر يؤدي في مكان زي دوت وده، ويقدر يؤدي في اي مكان تاني يعني. وكان محمد هاني وحسين الشحات يعني بينضم ليهم مجدي قفشه، ده نعم جانب طولي ناحيه اليمين، ده بيلعب دايما بيلعبوا ورا عبد الشافي، لان نعم الثلاثة أربعة ثلاثة دي ما بيبقاش فيها باكين، بيبقى فيها باكين متقدمين في نص الملعب، فهو لعب على الحته دي. الناحيه الشمال الناحيه الثانيه كان علي معلول وحمدي فتحي واحمد عبد القادر، وديانج كان هو الوحيد اللي بيستنى، وعلى اساس يبقى ايه ثالث مع رامي ربيعه وخالد عبد الفتاح كقلب الملعب، فهو اشتغل طولي عليهم يعني طول المباراه. الشوط الثاني خاصه يعني كان اللعب حتى كان في سلاسه، تحس ان ايه انت بتتفرج على ماتش معاد. الثلاث اهداف اللي جم جايين بكره عرضيه، مظبوط، باستثناء يمكن الكره الجول الاولاني بتاع حسين شحات يعتبر عرضيه، بس ايه جت طوليه شويه اللي هي حمدي فتحي السلام الجون الاول بتاع الجول كهربا يعني، الاولاني، ولكن حسين اللي عمله. لحسين اللي عمل، انا بقول لك البدايه بتاعته. الجول الثاني والثالث كانوا بكور عرضيه بحته، نعم، اللي هي شغل المجموعات، وبعدين شغل المجموعات دي دايما كان دايما مستر كولر فاتح الملعب بحسين الشحات، يعني انت من نادر كنت تشوف حسين الشحات دخل في القلب هو احمد عبد القادر، ايوه، اللي كان بيخش في القلب مين؟ حمدي فتحي. حمدي فتحي عامل الجول الاولاني والجول الثاني، حمدي فتحي هو اللي كان بيخش، صح، ديانج هو اللي كان بيأمن، هو لعب بالطريقه المضاده لطريقه الزمالك. فحتى يمكن مستر فريرا ما قدرش يلم الفرقه، لان زي ما تكون ايه حاجه كده اتبعترت، ايوه، فما فيش وقت. حتى التغييرات ما كانتش على يعني بتأدي الغرض المطلوب، تغييرات الزمالك ما قللتش البتاع، مع ان انا دايما بخاف لما يكون الاقي يعني موضوع خمس تغييرات دي، انا ما بحبش الخمس تغييرات. خمس كتير تغييرات تحس ان هي كتير كتير. كتير نعم، يعني انت تعرف بتفك الفرقه. لما التغييرات اتعملت تعتبر عشوائيه، برضو جت مصلحتنا نعم، احنا عملنا التغييرات، بس هو كان في التزام من كل لاعب. دي نتيجه ان مستر كولر محفظ كل لاعب اللي قاعد على الدكه واللي في الملعب، والطريقه اللي لعبنا بيها، لدرجه ان الشوط الثاني عدى بالنسبه لي سريع، يعني اكتر الشوط الاولاني كان الكوره يعني ممله شويه، انما الشوط الثاني من حلاوته والاهداف اللي جت فيه، الاهداف كلها ملعوبه يعني، ما جاتش وليده اللحظه، لا ملعوبه. فطبعا انا احيي فيها مستر كولر، و على 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 النتائج اللي بيعملها، النتائج بتاعت اللعيبه اكتف، لان المدرب عليه عامل كبير جدا، طبعا ازاي يقدر يطلع مخزون اللعيب ويطلع الحاجات اللي اللعيب مش عارفها. يعني احنا شفنا خالد عبد الفتاح على فكره، يعني خالد عبد الفتاح انا متكلم من الموسم اللي فات، ايوه، على خالد عبد الفتاح تحديدا تحديدا، انت كنت بتلعب باك رايت وانا كنت بلعب باك رايت، اكتر مكان لعيبه تبقى مميزه فيه وتقدر تبقى عندها مرونه تكتيكيه الباك رايت والباك ليفت، بس الباك ليفت اللي هو ايه مش اشول، لو بيلعب باك ليفت مش اشول عنده مرونه تكتيكيه، يعني مثلا ربيع ياسين كان تقدر تلعبه في نص الملعب، تقدر يلعب صح، سيرد باك، انت كنت تقدر تلعب سيرد باك، تقدر صح، في نص الملعب، انا نفس الحكايه. المكان ده البوزيشن دوت يقدر يتحرك، لما تكتشف فيه لعيب كويس هتقدر يبقى عندك، انت عندك ثلاث تغييرات انت شايلهم، بتعمل تغيير بثلاث تغييرات. فشوفنا خالد عبد الفتاح، طبعا خالد عبد الفتاح لعيب كويس جدا، بوزيشن بتاعه ووقفته، لان دايما الباك واقفه، ودي بتبقى موهبه مش تعليم،
لانك انت مهما علمت ان اللعيب يقف برضه ممكن تبقى الموضوع صعب. صح. وشفت طبعا رامي ربيعه، رامي ربيعه انا من اللعيبه اللي بحبها جدا. لعيب هادي، امكانياته عاليه جدا جسمانيا ما شاء الله، الطول والعرض. صحيح. ودي بتساعده ان هو بيقدر يحجز على كورته كويس وعلى اللعيبه كويسه بدون تهور، لان نعم. البوزيشن دوت التهور فيه بيخلق ضربات جزاء، يعني بيخلق حاجات كتيره، مشاكل كتيره ليه. نعم. ديانج كان قايم بدور رائع. عشان كده الناس بتقول ايه، احنا زعلانين، كان المفروض حمدي فتحي ياخد رجل مباراه. انا بقول انا برد عليهم بقول لهم لا، ديانج هو رقم واحد، لان انت ما شفتش ديانج كان بيلعب، يعتبر كان لاعب نص ملعب بيلعب الناس دي كلها اللي قدامه وبيأمنها، زائد ان هو بيساعد خليك تتحرك براحتك. وبعدين بيساعد ايه المدافعين. صحيح. للقلب سواء رامي ربيعه او خالد عبد الفتاح كان بينزل في وسطهم، فدوت كان مأمن، هو ده رجل المباراه، هو ده الصح. صحيح. الناس برضو يعني ايه، بس احمد حمدي فتحي كان رائع وكان حاجه جامده كل جدا. كل اللعيبه الماتش ده الحقيقه كانوا حسين فايقين. عبد الفتاح، حسين الشحات، محمد هاني، حاجه دي فايقين. بس دي نتيجه تدريب وتوجيه، مش يعني مش طفره طلعت. أي. دي نتيجه توجيه. انا شايف محمد هاني في تغير، في شكل جديد، سرعه عنده، رد فعل سريع، قرار سريع، كور عرضيه مظبوطه. علي معلول، احمد عبد القادر، يعني ما مش عايز اقول، يعني ما فيش حد ما اداش الواجب بتاعه. زائد الدكه طبعا مأديه واجبها، مستر كولر والجهاز طبعا اللي موجود معاه، يعني كانوا قدموا مباراه رائعه بنتيجه رائعه، راضت الجمهور وراضت اللعيبه نفسها. ايوه. طيب برضه يا كابتن، كيف يستغل مارسيل كولر الدفعه الايجابيه في مباراه البنك الاهلي؟ هو الموضوع مش موضوع مستر كولر هو يعني يستغل الدفعه. هي اللعيبه هي اللي لازم تستغل هذه الدفعه. صحيح. مستر كولر عامل اللي عليه، ويمكن مش عايز اقول بزياده، لا بزياده كتير يعني. ايوه. اولا مديهم ثقه عاليه، وده باين على يعني وشه بره، بتيجي الكاميرا عليه بتلاقي في هدوء، مركز، ما مركز وفي هدوء وعنده ثقه. أيوة. في لعيبته، اللعيبه مهم ان ماتش الزمالك دوت خلاص انتهى 3 بونت. احنا بنلعب دوري ما بنلعبش كاس. صحيح. لو بنلعب ماتشات كاس خروج المغلوب ماشي، انما ده دوري، هو ده هيترتب على ده، هيترتب ده موضوع انتهى. ماتش الزمالك انتهى بادائه، ماتش البنك الاهلي ب3 بونت نفس الاداء. يعني هي دي اللي انا بخاف منها. يعني يمكن قبل الهوا انت بتقول لي، بقول لك ماتش الاهلي البنك الاهلي هيبقى صعب، وانت رديت عليا اعتقد قلت لي ممكن يبقى صعب. هو فعلا هيبقى صعب، لان الدوافع لو قلت عند لعيبه النادي الاهلي هي هتزيد عند البنك الاهلي، ده وضع طبيعي. ده من يعني من زمان، حتى لو مش ماتش اهلي دايما اي فرقه، وخاصه اقول البنك الاهلي يملك لعيبه كويسه جدا، نتائجه اللي فاتت مش مرضية، كل لعيب عايز يظهر وعايز يطلع اللي عنده، فبيبذل أقصى ما عنده. لو أنا كلاعب النادي الأهلي ما بذلتش أقصى ما عندي زي ما عملت في ماتش الزمالك، هتبقى عندنا هتعب. مشكلة كبيرة. صحيح. هتعب يعني ممكن أخش في مشكلة. ليه؟ فهي بنفس الريتم وبنفس السيستم بتاعنا، وإحنا جماهيرنا يعني بتحرك الحجر زي ما بيتقال يعني. صحيح. فاتمنى طبعا ماتش البنك الاهلي يكون في مكسب وفي اريحيه في الاداء. طيب، اتم النادي الاهلي استعداداته لمواجهه البنك الاهلي. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. طيب، خلينا نروح لطاقم التحكيم في هذه المباراه، ومباراه غدا ان شاء الله للنادي الاهلي امام البنك الاهلي. وطاقم تحكيم، يلا شباب حطوا لنا كده على الشاشه، مكون من، هقول لحضراتكم حالا، كابتن احمد الغندور حكما للساحه، كابتن احمد توفيق طلب حكم مساعد اول، كابتن سمير جمال حكم مساعد ثاني،
كابتن صبحي العمراوي حكم رابع، كابتن محمد الصباحي حكم فار، كابتن هاني خيري حكم فار مساعد. أمام حضراتكم كابتن أحمد الغندور، كابتن أحمد توفيق طلب، كابتن سمير جمال، كابتن صبحي العمراوي، كابتن محمد صباحي، كابتن هاني خيري، دول طاقم التحكيم لمباراة النادي الأهلي أمام البنك الأهلي. هذه المباراة التي سوف تبدأ في تمام الساعة 7 من مساء غدا. وخليني أقول لحضراتكم خبر آخر، هناك بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حاولوا أن يتواصلوا مع كلاتنبرج بقالهم حوالي 6 أو 7 ساعات، الراجل قافل تليفوناته وغير ظاهر بالمرة، مش عارفين يوصلوا له. والطاقم التحكيم اللي تم وضعه لهذه المباراة والمباريات الأخرى مش كلاتنبرج اللي وضع طاقم التحكيم لهذه المباريات، خلي بال حضراتكم من الكلام ده، أنا لسه المعلومة دي جايالي حالا دلوقتي لما كنا في التقرير. فمرة تانية كلاتنبرج محدش لاقيه، مش عارفين يوصلوا له، تليفوناته مقفولة، مش حدش عارف يوصل له خالص من اتحاد كرة القدم. وبالتالي لم يضع كلاتنبرج حكام المباريات لمباريات غدا والمباريات القادمة. مين اللي حطهم؟ أعضاء لجنة الحكام اللي موجودين. فواضح أن الاجتماع اللي احنا كنا بنتكلم فيه النهاردة الصبح واضح أنه هو أثر سلبا على كلاتنبرج. ما نشوف إيه اللي هيحصل في هذا الأمر. أنا واحد من الناس الحقيقة، يعني أنا لسه كنت شايف بوست للكابتن سمير عثمان الحكم الدولي الكبير، كابتن سمير عثمان، معرفش الحقيقة هي دي صفحته تقريبا يعني، لكن بيقول على كلاتنبرج: هذا الرجل صادق وأمين وأفضل وأشهر من عمل في التحكيم في العالم، اعطوا له فرصة كاملة. معرفش يا شباب شوفوا لي برضو الصفحة دي هي صفحة كابتن سمير ولا لا، يعني تأكدوا هي كابتن سمير. ماشي. فعموما خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل في الساعات القليلة القادمة. وزي ما حضراتكم عارفين احنا دائما ما نتابع ملف التحكيم ده بحلو وبمره الحقيقة، عشان دايما نقوله لجمهور النادي الاهلي. طاقم تحكيم نتمنى كابتن حمدي ان هو يكون موفق في مباراة بكرة ان شاء الله. طبعا نتمنى حكامنا بخير، انما برضو يعني انا بقول كلمة يعني اتفضل. النقد على الحكام، كل الناس بتخطئ، اللعيب بيخطئ، المدرب بيخطئ، مفيش حد ما بيخطئش، هي وهو جزء من الكوره، من متعه الكوره. هو خطا اللعيب وخطا الحكام، فمش معنى ان اللعيب اللي الحكم بيبقى فيه خطا ما يبقاش مقصود. انا لا اعتقد انه يكون مقصود، او حكم بعينه بيبقى قاصد يخطا قدام الاهلي او الزمالك، انا ما اعتقدش الكلام دوت. اتمنى التوفيق طبعا للحكامنا وحكامنا المصريين كلهم بخير، ونتمنى دايما ان احنا الامور تعدي، ما يعني ايه، ما نمسكش في اي حاجه ونقول لك الحكم دوت قاصد والحكم دوت. شوف حضرتك بتقول ايه، كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده مقبول وهو الانتقاد، مفيش مشكله، ولكن التجاوز في حق الحكام هو ده اللي احنا، مش في حق الحكام بس، التجاوز في حق الناس كلها. مزبوط. هو ده اللي مش مطلوب. مظبوط. لكن انتقاد، ما انا بطلع انتقد وحضرتك بتطلع تنتقد، وده يطلع يا جماعه ما كانش لازم، لا دي فاول وانا اقول ان هي مش فاول، لكن عمري ما اطلع اقول مثلا ايه ان ده حكم مرتشي، ولا ده حكم مش عارف ايه، ولا ده حكم اهله مش عارف بيعملوا ايه، ولا الكلام اللي احنا بنقعد نسمعه ده. هو ده لكن انا بتكلم في الانتقاد. انتقاد احنا، انا مختلف مع حضرتك على الكره دي، حقي. مظبوط. خلاص. لكن في الاخر انا بنتقد اداء حكم، لكن عمري ما بشتم في حكم ولا بتجاوز في حكم. هو دوت اللي انا بتكلم فيه، ان انا اتهم حكم ان هو قاصد لغرض معين، هو دوت اللي مش مطلوب. مزبوط. انما زي ما لعيب كوره انا بنتقده، هو وحش النهارده، هو كذا وكذا وكذا، برافو عليك يا كابتن. مش يعني عادي. صح. انما بدون تجاوز وبدون تجريح وبدون اشاعات. لان الاشاعات دي يعني كلام مش غير مقبول يعني. طيب برضو عايز اسال حضرتك، كيف ترى تالق كهربا خلال المباراتين السابقتين بعد فتره طويله جدا؟ هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. يمكن انا قبل المباراه انا كان في حوار كده مع في شباب الرياضه مع ريهام سويلم، طبعا استاذتنا، طبعا
جت سيره كهربا بنتكلم والناس بتقول ايه، هي بتقول الناس خايفه ان هو يبتدي بكهربا وكده. قلت لها يعني كان ردي كهربا، وانا يمكن ايه الفتره اللي فاتت دي يعني مقرب منه شويه. كهربا في جعان كوره، واللعيب لما بيجوع كوره بيبقى اللي عنده واكتر وزياده، وهو دوت اللي كان مطلوب. ويمكن انا بحيي مستر كولر ان هو اختار انه يبتدي بيه هذه المباراه، واختار التوقيت التغيير بعد بدايه الشوط الثاني بحوالي ربع ساعه. نعم. وبرضو الكلام ان هو ممكن الماتش بتاع الزمالك ما يبتديش بيه، قلت لا، الصح انه لازم يبتدي، لان المباراه اديته دفعه كويسه جدا. المباراه الاولى اللي الناس شككت كتير، لا ما يلعبش، لا ما يلعبش، لا ما يلعبش، هو تألق. ومستر كولر اختار التوقيت ان هو يسحبه من الملعب وهو في قمه تألقه، علشان ما يفقدش الدفعه اللي عنده ونهمه للعوده تاني. وخاصه الجماهير كانت بتنادي باسمه طول المباراه، سواء في الماتش قبل مباراه الزمالك وماتش الزمالك، وشفناه في ماتش الزمالك. يعني كمان البوزيشن بتاع اللي هو بيلعب فيه كهربا راس حربه دايما مش بتاعه، صحيح. يعني هي حاجه جديده عليه، بس هو نهمه للكوره، اداله البوزيشن الصح، سواء في الهدف اللي هو جابه دوت. ده تحرك، يعني تحرك واعي، مش يعني ما جاش صدفه معاه، خاصه ان هو مش راس حربه صريح، هو صحيح. بيلعب جناح يمين او شمال، وخاصه شمال. تألقه في ماتش الزمالك واحرزه هدف، وبرضه خروجه في التوقيت ده كان صح 100%. انا بحيي مستر كولر ان هو عاجبك انت مستر كولر جدا كده. جدا جدا بيفكر، هو واقف بيفكر، واقف بيفكر في السيناريو اللي هو شايفه قبل المباراه، قبل اي مباراه، مش المباراه دي بس، وبيفكر. يعني بيبقى مدي ظهره وبيفكر في اللعيبه، ومين اللي هينزل، ومين اللي هيتحرك، ومين اللي هيكمل المسيره بعد ما يعمل التغيير. يعني هو واقف يفكر، مش بيتفرج على المباراه. ايوه، ما بيتفرجش على لعيب. ايوه، وبيتعصب على لعيب ويقول لي ده ارجع ومش عارف ايه واضغط، اللي انا بشوفه من بعض المدربين. مظبوط. هو بيشوف السيناريو اللي هو عامله، هو بيشوفه قدامه. ايوه، فهو دوت اللي مديله الافضليه. وبعدين كمان يعني انت شايف لعيبه، انا شايف التطور اللي هو عمله للعيبه كتير في النادي الاهلي، منهم حسين الشحات. الناس كانت ابتدت تشكك وتقول حسين وحسين وحسين. صحيح. محمد هاني، خالد عبد الفتاح، شايفينه باك رايت طول عمره بيلعب باك رايت في سموحه ملعبه، والناس اتخضت، الناس اتخضت. يعني انا في ناس اصحابي، ايه ده خالد عبد الفتاح بيلعب في سيرد باك؟ لا، مع ان خالد عبد الفتاح مش طويل، بس هو يمكن عامل زي حسين السيد، عنده جامب برجليه الاثنين، بيقدر يعمل جامب عالي جدا جدا. هي ايوه، موهبه من عنده، من عند ربنا. من عند ربنا عنده. يعني صحيح. كون ان هو مستر كولر بيكتشف، يعني هو وهو بيروح بعد التمرين بيقعد يعيش سيناريو، بيشوف كابتن اسلام، كابتن فلان، حمد، ده ايه اللي عنده وايه اللي ممكن يطلعه. لان يعني انت عشان لو انت مدرب وعايز تشوف عندك مكان قلقك او دايما في دروب فيه، وتبتدي بتعيش وتفكر في لعيبتك، وتيجي تختار واحد ويأدي فيه، يبقى انت مدرب بتفكر. ايوه، فهو اختياراته وتطويره للعيبه، يعني موضوع تطوير اللعيبه دوت وانتقاء اللعيبه دوت موضوع مش بسيط، موضوع طبعا. محتاج موهبه، مش طبعا. محتاج يعني موهبه زائد الممارسه. هيقول لك الدراسه القرايه والكتابه دي مش هي ان انا اقرا واعمل والكلام دوت، انما في بتبقى اساس الموهبه. مش كل المدربين زي بعضها، اللي يقدر يطور لعيب، تطور لعيب وتنتقي لعيب وتشوف ان ده اللعيب دوت يقدر. هشوف قبل كده مين اللي لعب كريم فؤاد في البوزيشن دوت وخلاه هداف؟ هو كولر، مش حد تاني. مع ان كريم فؤاد كان بيلعب في انبي باك رايت وباك ليفت، صحيح، انما كون هو هو اللي حطه في طوره، هو المكان اللي ده. حطه في الجزء ده. حسين الشحات
قبل ما يجي النادي الاهلي وهو في الشرقيه للدخان كان بيلعب باك رايت. ويمكن الفتره وهو في الشرقيه للدخان انا قلت ده لعيب كويس وكذا 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 وكذا. حسين الشحات لما اختزلوه لما راح الامارات في العين الاماراتي وهو بيلعب في المقصه واختزلوه بيلعب في 50 متر غير حسين الشحات اللي كان بيلعب في 100 متر. اللاعب المبدع او المميز لاعب طرف حسين الشحات ما يقدرش الاختزال اللي انت بتلعبه في 50 متر بتاخد نص امكانياته. صحيح حسين الشحات كان بيقدر كان بيلعب في المقصه باك رايت كان باختراقات في القلب البدع وبيروح ناحيه الشمال انما لما اختزلوه في الحته اللي قدام دي حسين الشحات قل امكانياته. هو ليه حسين الشحات بقى كويس يعني بقى افضل؟ لان كولر اداله المساحه ان هو بيبتدي ما بيلعبش في 50 متر بيقدر بيلعب من تحت هو وهاني وبيتبادل مع هاني زائد ان 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 قفشه كان في المباراه دي كان عامل مهم جدا الناس ما خدتش بالها منه هو ما حسيتش بيه بيقولوا فين قفشه؟ قفشه كان بيلعب دور ان هو كان راجل بيأمن حسين الشحات ومحمد هاني كان بيلعب في نص الملعب معاهم ايوه ناحيه اليمين كان يعني من العمود اليمين. ف مستر كولر طبعا انا بحييه انت يعني هفضل اقول انا 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 بحييه ومعجب بيه جدا ومعجب بتفكيره وبادائه والسيستم اللي هو ماشي بيه ورتم الهدوء اللي هو فيه. طيب برضو خلينا كابتن واحنا كده نتكلم عن مباراه او المباريات الدوري العام بقى كله. انت شايف الدوري العام خلال هذه الفتره شكله عامل ازاي؟ هناك بعض الفرق اللي مستواها يعني الاسماعيلي بالنسبه لنا لغز كبير، اسوان النهارده في مباراه الاسماعيلي واسوان النهارده او اسوان والاسماعيلي في اسوان كان ممكن جدا اسوان يكسب الاسماعيلي ولكن في النهايه انتهت المباراه بالتعادل. الاسماعيلي بقاله ما كسبش غير مكسب واحد في 15 اسبوع مثلا يعني من ضمن الفرق اللي رجعت وعادت بقوه نادي امبي مع كابتن طلعت يوسف. دي نتائج الجوله ال 15 معانا. الداخليه الحقيقه امبارح اتغلب من المقاولين العربي 2-1 بس اتغلب ايه في الدقيقه 95 بعد ما تم طرد 2 لعيبه منه. الداخليه بيقدم مع كابتن رضا شحاته موسم رائع. المقاولين العرب مع كابتن شوقي غريب دخل رابع وينزل الزمالك في المركز الخامس وبالتالي فاركو وامبي وفوز امبي في الدقائق في اللحظات الاخيره ومن الممكن ان تنتهي بقى فتره كابتن ايهاب جلال. خلي بالك لان الفتره اللي فاتت دي تداول نعم تداول الكلام دوت بالظبط فالاتحاد السكندري النهارده بيفوز على حرس الحدود وبيكمل سلسله الفوز المتتالي الحقيقه مع رئيس نادي الحاج محمد مصلحي سيراميكا كليوباترا وتعادل سلبي مع طلاع الجيش. طبعا هنتكلم على فريق المولين العرب ماشي مع كابتن شوقي غريب ماشي بخطى ثابته وواضح ان مفيش تدخلات. خلي يعني موضوع التدخلات ده يعني لو جبنا المقاولين والاسماعيلي الاسماعيلي مشاكله كلها من وجهه نظري انها اداريه تخبط اداري من مجالس ادارات وتغيير في مجالس الادارات وبعدين مدينه اسماعيليه مدينه صغيره يعني الناس كلها عارفه بعض ايوه فما فيش سر ما فيش حاجه لا كل حاجه معروفه صحيح صحيح وكل واحد ليه اهواء يعني انا بحب فلان وانا ده علان انا بحب حمدي وانا بحب اسلام فانا حاجه هو دي مشكله النادي الاسماعيلي يعني الله يكون في عون ميدو راح هو شايل تركه وهو عمال يعافر وبيقول تصريحات ان هو هيرجع انما انا شايف ان الجو مش هيساعد ميدو لان المشكله اداريه المشكله مش في اللعيبه ان شاء الله الاسماعيلي يعود لانه الاسماعيلي يظل دائما الركن الثالث في كره القدم المصريه بعد نادي الاهلي ونادي الزمالك بالظبط يعني الاسماعيلي يعني الناس بتتغنى بيه برازيل العرب انما عشان لازم يبقى فيه تكاتف فيها المصلحه مصلحه الفرقه اهم شيء اللعيبه تتكاتف برضو اللعيبه ما تقفش لان واضح ان اللعيبه بيلعب الماتش ويطلع بره اسماعيليه بقالهم فتره اللعيبه بقالهم فتره طويله قوي ما خدوش فلوس ده اللي انا عارفه او اللي انا سمعته يعني ان اللعيبه بقالها فتره طويله قوي ما خدتش فلوس برضو ده مش سبب طبعا مش انا معاك انا لعيب كوره انا لعيب كوره انا بحب الكوره العب كوره وبعد كده نشوف هيحصل ايه ده اسم النادي الاسماعيلي مهما كان يعني وبعدين انا لو لعبت وكسبت غصب عن الاداره وغصب عن الدنيا هيجيبوا لي فلوس
انما صحيح. اكسب يعني بقيه يعني المباريات بقى رايك فيها ايه؟ ايه بقيه الماتشات رايك فيها ايه؟ يعني فاركو مش فاركو الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري يمكن جاله دروب الفتره اللي فاتت دي شويه، ابتدى يعود من الماتش اللي فات كان مغلوب 2-0 رجع 3-2 يا كابتن برضه بره ارضه خلي لا بالك. وغير كمان هو بيأدي يعني غير مش هو مش طبعا مش كسب طبعا واحرز اهداف كده صدفه، لا هو بيأدي وبعدين بيلعب كره سريعه. اسوان انا كنت بتفرج على الماتش النهارده، الماتش سريع جدا وسرعه اداء، بس ضربة جزاء من جانب اسوان صحيح. يمكن اللي يعني بحس ان انا شايف ان اسوان فرقه تستحق، فرقه تستحق، اللعيبه مستواها برضو في تطور، الداخليه مع كابتن رضا شحاته الحقيقه الداخليه انا عاجبني جدا، عاجبني انا اللي بيعمله كابتن رضا الحقيقه، وهدوء كابتن رضا وعاجبني برضو هدوء المسؤولين ومجلس اداره النادي الداخليه الحقيقه، لانه في ظل هذه الظروف ده راجل اتطرد منه اتنين النهارده في امبارح في مباراه امبارح. انا بحب اتفرج على ماتشات الداخليه لانه ماتشات كويسه حلوه، تلاقي ماتشات كوره حلوه، فالداخليه اتطرد منه اتنين امبارح عشان كده اتغلب، اتطرد منه اتنين وده ما اثرش على اللعيبه، يعني اللعيبه ما كملوا لعب صح حصلت نرفزه بتاع صح او بقت شماعه صح، يعني هي الشماعه دي المشكله. قدوا امبي عودته النهارده طبعا مع الكابتن طلعت يوسف، انا من محبين الكابتن طلعت يوسف، من هدوءه طبعا. الكابتن طلعت يوسف عامل زي الكابتن حلمي طولان، من المدربين اللي هم ليهم فكر وليهم شخصيه قويه صح، والشخصيه دي بتعود على اللعيب في الملعب صح. بنتكلم على 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 فرقه فاركو عندها مشاكل الحقيقه مع كابتن ايهاب جلال. انا شخصيا هو القيد برضه، انا قلت يا كابتن وجهه نظري ووصلت للكابتن ايهاب، لان انا كنت اتمنى بعد تجربه المصري ان هو يستريح شويه، ما ينفعش بعدها على طول باسبوع اسبوعين ثلاثه يقوم جاي رايح، ما فيش اسبوعين ثلاثه، ده هو اسبوع راح نادي فاركو وجهه نظري والله، لانه لما تفشل هنا وتفشل هنا. هو كابتن ايهاب جلال مدرب كبير طبعا، طالع من تجربه صعبه مع منتخب مصر، راح النادي المصري طلع مع النادي المصري بتجربه صعبه، راح فاركو يعني انت فاهم. وبالتالي انا كنت اتمنى ان هو، بس هو طبعا ادرى باللي هو عايز يعمله، فكنت اتمنى ان هو يبقى يريح شويه لغايه لما ياخد نفسه ويشوف الدنيا الفتره الجايه فيها ايه وبتاع، لكن خلاص تمام هو يعني اتخذ طريقه، ولكن مش عارفين هل هيكمل مشواره مع فاركو ولا لا. ما هو انا يمكن انا سمعت وانا جاي في الطريق ان هو في تخارج، مع فاركو، انما مش اكيد يعني لسه الكلام ده لسه مش اكيد لسه مش مؤكد يعني صحيح. وبرضه يمكن اتقال لي الراي اللي انت قلته دوت، ان كان الكابتن ايهاب جلال كان مفروض يريح شويه بعد المصري. انا بعد ما عرفت يا كابتن المصري انا مش قلته النهارده ولا امبارح، انا بعد ما عرفت ان هو مسك فاركو اولا انا استغربت، ثانيا قلت ان هو كان لازم يقف يقعد شويه، وجهه نظري ساعتها يعني خاصه ان فاركو في الفتره دي واقف ما عندوش قيد، يعني كان هو ما عندوش قيد بقى برضه يا كابتن، يعني ما اعرفش انا بحس ان الكابتن ايهاب جلال قيمه كبيره في التدريب في مصر، فكان لازم ياخد وقت اطول من كده، وجهه نظري يعني. انت يعني وجهه نظرك متوافقه مع ناس كتير قالت الكلام دوت فعلا، هو كان يريح شويه وبتاع. انما يعني ما تعرفش طبعا كل واحد في الاخر هو قراره مش قرارنا احنا يعني. انما برضو بنتمنى التوفيق للكابتن ايهاب جلال والجميع المدربين طبعا، نتمنى له التوفيق. كابتن توقعاتك بقى بكره ان شاء الله ماتش الاهلي والبنك الاهلي، من يستطيع ان يفوز في هذه المباراه او الاقرب يعني؟ اتمنى طبعا واتوقع يعني ان احنا هنفوز، بس مش بسهوله يعني هنتعب شويه ماشي. لان نكسب في لا ان شاء الله هنكسب باذن الله. انما هنتعب شويه يمكن في ماتش الزمالك كسبنا كتير وكانت عمليه سهله شويه، انما في البنك الاهلي لا هنتعب شويه ان شاء الله هيتعبونا شويه يعني.
ربنا يكرم ان شاء الله وتظل الامور جيده ويظل النادي الاهلي يكسب ويفرحنا كلنا، الحقيقه كلنا بنبقى مبسوطين بفوز النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا كابتن حمدي على وجودك معانا، ودايما بتشرفنا وبتسعدنا وبيسعدنا وجودك معانا. ربنا يخليك. طبعا انا ببقى سعيد جدا وانا موجود معاكم يعني، واتمنى دايما ابقى موجود معاكم ان شاء الله. شرف لينا يا كابتن، شرف لينا، ربنا يخليك. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن حمدي ابو راضي. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل أحمد ثابت وكريم سعيد في ضيافة البيت الكبير.